السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نبدأ مع بعض موضوع جديد من منهجنا للجبر الترم الثاني بإذن الله. شفنا مع بعض المرة اللي فاتت إزاي نحلل المقدار الثلاثي، سواء مقدار ثلاثي بسيط أو مقدار ثلاثي يكون عندي معامل للسين تربيع أو الحد الأول يكون ليه معامل، وشفنا إزاي بنحلل، واتفقنا إن في أي نوع من أنواع التحليل لازم أول حاجة نرتب المقدار بتاعي بحسب الأسس بتاعتي تنازلي، وبعدين لو عندي عامل مشترك نخرجه، ونشوف بقى بعد كده على حسب المسألة بتاعتي احنا هنحلل ازاي. شفنا مع بعض المرة اللي فاتت المقدار الثلاثي، وقلت ان انا عشان احلل مقدار ثلاثي لازم اول حاجة اللي يحصل بدور على عددين حاصل ضربهم يدوني الاخير ومجموعهم يديني اللي في النص. طب هظبط اشارتي ازاي؟ لو الحد الاخير ده اشارته موجب يبقى معنى كده ان القوسين هياخدوا نفس اشارة الحد الاوسط، الاثنين هيكون نفس اشارتهم، يا اما الاثنين موجب يا اما الاثنين سالب. لكن لو الحد الاخير اشارته سالب يبقى معنى كده ان هيكون فيهم قوس موجب وقوس سالب. هحددهم ازاي؟ قال لي الكبير هياخد اشارة الحد اللي في النص. قال لي النهارده بقى نشوف نوع تاني من انواع التحليل. قال لي ازاي نحلل مقدار ثلاثي على صورة مربع كامل. يعني ايه مربع كامل؟ امتى اقول ان المقدار ده مربع كامل؟ قال لي علشان اقول ان المقدار ده بتاعي مربع كامل لازم ان الحد الاول يكون مربع كامل. يعني ايه مربع كامل؟ يعني بيخرج من تحت الجذر. التسعة سين تربيع بتخرج من تحت الجذر؟ تمام، هي تخرج بتلاتة سين. طب والحد الاخير كمان يكون مربع كامل، هي 25 بتخرج بخمسة، يبقى انا كده ما عنديش مشكلة. لقيت ان الاول والاخير لازم تكون اشارتهم موجبة، والاول والاخير لازم يكونوا بيخرجوا من تحت الجذر. قال لي طيب الحد اللي في النص ده بقى هنجيبه ازاي؟ قال لي الحد اللي في النص الاقيه يساوي حاصل ضرب 2 جذر الاول في جذر الاخير. يعني ايه الكلام ده؟ هو الاول ده هيخرج بكام؟ هيخرج بتلاتة سين، والاخير هيخرج بكام؟ بخمسة. يبقى 3 س في 5 ب 15 س في 2 يبقى اداني ايه؟ 30 س اللي هو اللي في النص. يبقى انا كده ما عنديش مشكله في الحاله دي، هقدر اقول ان المقدار ده مربع كامل. احلله ازاي؟ قال لي هفتح قوس وهخرج الاول من تحت الجذر 3 س، واخد اشاره الحد اللي في النص، حطيت السالب واخرج الثالث من تحت الجذر، قوس الكل اس 2. يبقى نقول تاني، يبقى بكده قلنا ان انا علشان اعرف ان المقدار بتاعي مقدار ثلاثي لازم ان الاول والاخير يكونوا مربع كامل، والاول والاخير تكون اشارتهم موجبة. الحد اللي في النص لو لقيته حاصل ضرب 2 جذر الاول في جذر الاخير اداني الكلام ده، يبقى كده تمام انا اتاكدت ان المقدار بتاعي مربع كامل. نيجي نشوف مثال كمان. لام اس 4 زائد 14 لام اس 2 ميم زائد 49 ميم اس 2. الاسس عندي مترتبه، ما عنديش مشكلة، ما فيش عامل مشترك. نبدأ نشوف الأول مربع كامل، تمام، بيخرج بلام أس 2، والتالت بيخرج بسبعة ميم، يبقى ما عنديش مشكلة الأول والتالت موجب، والأول والتالت مربع كامل. نيجي نشوف اللي في النص هنجيبه إزاي. 2 جذر ده في جذر ده، 2 في 7 ب 14، لام أس 2 ميم اداني الحد اللي في النص، يبقى تمام، يبقى المقدار ده كده مربع كامل. نفكه ازاي او احلله ازاي؟ قال لي هنكتب ده اللي خرج من تحت الجذر لام اس 2، واخد اشاره الحد اللي في النص واخرج ده من تحت الجذر اللي هو ب 7 ميم، الكل اس 2. يبقى بكده احنا حللنا المقدار بتاعنا. نيجي نشوف برضو 25 س تربيع ناقص 30 س زائد 9. الاول والاخير موجب، الاول والاخير بيخرجوا من تحت الجذر. طيب اللي في النص هيديني حاصل ضرب 2 في 5 س في 3 اللي هو ب 30 س، يبقى ده كده مربع كامل. هنحلله 5 س ناقص 3، الكل اس 2. طيب نشوف بقى، لو انا عندي في المسألة بتاعتي كده عندي حد ناقص، بيقول لي اكمل الحد الناقص. الحد اللي في النص هنا كده عندي ناقص معايا 4 ص اس 2 زائد حاجة زائد 121، بيقول لي المفروض هنا ده يبقى بكام علشان يكون المقدار ده مربع كامل. احنا خلاص شفنا ان الحد اللي في النص بنجيبه 2 جذر الاول في جذر الاخير، يبقى 2 في 2 ص في 11 اللي هو هتديني موجب او سالب 44 ص، يبقى هو ده كده الحد الاوسط. تمام، قال لي طيب الحد الاخير بنجيبه ازاي؟ قال لي الحد الاخير بيساوي الحد الاوسط تربيع على 2 في الحد الاول. الحد الاوسط اللي هو كان عندي عبارة عن 30 ألف ب، 30 ألف ب على 2 في 5 ألف هيديني الحد الثالث بتاعي اللي هو ب 9 ب تربيع.
يبقى كده شفنا لو انا عايزه الحد الاوسط انا بقول 2 جذر الاول في جذر الاخير. طب لو انا عايزه الحد الاخير انا هقول الحد الاوسط تربيع على 2 في جذر في على سوري على 2 في الحد الاول، هيديني الحد الاوسط زي ما شفنا في المثالين اللي اشتغلنا عليهم مع بعضين. عايزين نشوف نوع بعديه جديد من انواع التحليل، بيقول لي ازاي نحلل الفرق بين مربعين. يعني ايه؟ يعني انا عندي حاجة تربيع ناقص حاجة تربيع، بنحللها ازاي؟ 49 س تربيع ناقص 25 هتديني ايه؟ هتديني قوسين زي بعض، الاول خرجه من تحت الجذر 7 س وهنا 5، والتاني برضه يبقى 7 س و5، بقى هيكون قوسين زي بعض بالظبط بس واحد بالموجب والتاني بالسالب، طالما هو حاجة تربيع ناقص حاجة تربيع اللي هو بنسميه فرق بين مربعين. فبيقول لي الفرق بين مربعين ده بيساوي مجموع الكميتين في الفرق بينهم. نفس الكلام اهو، 2 ص ناقص 3 لكل أس 2 ناقص 1، قوس تربيع ناقص الواحد، ما هو الواحد ده تربيع، واحد تربيع بواحد، يبقى هنا برضو فرق بين مربعين، يبقى هيديني 2 ص ناقص 3 ناقص 1 في 2 ص ناقص 3 زائد 1 اللي هو هيديني 2 ص ناقص 2 في 2 ص ناقص 4. نشوف اللي بعده، 27 م أس 3 ناقص 48 م ن أس 6. طب هنا اصلا ده مش فرق بين مربعين، يبقى معنى كده ان انا لسه عندي عامل مشترك. طب ما انا عندي هنا التلاته والميم عامل مشترك، لو خدت التلاته ميم هيديني 9 ميم اس 2 ناقص 16 نون اس 6. 9 ميم تربيع ده هنا هتديني 3 ميم، وهنا هتديني 4 نون، باخد نص الاس 4 نون اس 3، يبقى هنا ما بقاش عندي كده مشكله، بقى هنا فرق بين مربعين، يبقى هيديني 3 م زائد 4 ن اس 3 في 3 م ناقص 4 ن اس 3، يبقى هنا مجموع الكميتين في الفرق بينهم. وبكده نكون خلصنا نوع جديد من انواع التحليل. يبقى احنا شفنا مع بعض كده النهارده ازاي نحلل مربع كامل، وقلت علشان احلل مربع كامل لازم الحد الاول والاخير تكون اشارتهم موجبه، والحد الاول والاخير يكون مربع كامل، والحد اللي في النص يكون عباره عن 2 جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. ده كده عشان نحلل مربع كامل. احلله ازاي؟ انا اتاكدت من الشروط بتاعتي، احلل ازاي؟ افتح قوس اقول جذر الحد الاول واخد اشاره الحد اللي في النص في وهنا جذر الحد الثالث، قوس الكل اس 2. ده علشان نحلل مربع كامل. قال لي طيب لو انا عندي بقى فرق بين مربعين اخرج الكميتين من تحت الجذر واحطهم في قوس مره بالموجب ومره بالسالب، يبقى حاصل ضرب مجموع الكميتين في الفرق بينهم. وبكده نكون انتهينا من انواع جديده من انواع التحليل. المرة الجاية بإذن الله نستكمل ونتعرف على بقية أنواع التحليل في منهجنا بإذن الله، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.